إذا كانت السجون تنفذ يوميا حكمين بالإعدام ونحن الآن على مشارف 4000 وقد يصل إلى 5-6000، معناها محتاجين نحن على الأقل ل2500 يوم لتنفيذ هذه الأحكام، ويوميا يكون هنالك تنفيذ، يوميا يكون هنالك إعدام، بغض النظر عن الجمع والعطلات الرسمية والأعياد والشهور المقدسة عند المسلمين. المشنقة تعمل يوميا، هذه البلد ستتحول إلى سلخانة أو مجزرة. طيلة فترة الانتظار تؤثر على سلوكيات الكثير جدا من المحكومين ويحدث لهم بعض الانهيارات العصبية والنفسية، مما يصعب على سلطات السجون السيطرة عليهم وإدارة شأنهم. يقول المتشددون بأن هنالك تعارض ما بين القانون الجنائي وقانون الطفل، وفي هذه الحالة البعض منهم يقول يرجح القانون الجنائي. القانون الجنائي يقول إنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ 15 سنة، وهذا النص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ويتعارض مع المواثيق الدولية ويتعارض أيضا مع قانون الطفل السوداني.